تمام. طيب ثابت، خليني بقى اروح معاك لحاجه. رولاني مكوينا من المدربين اللي كان كده يعني كابتن ميه الشربيني ليه مصطلح من اصحاب الكرافتات الشيك. انا بشوف ان مكوينا مدرب من اصحاب طريقه اللعب الشيك، ويمكن هي حتى لو فلسفه موجوده في سان داونز، هو راجل اضاف واضاف كمان سرعه في ايقاع اللعب، ومدرب بيحب يلعب كره جيده، مدرب عنده افكاره الخاصه، مدرب لديه تصريحاته المختلفه. والنادي الاهلي فيه كولر، هذا المدرب اللي عنده سي في قوي، عنده تجارب مع منتخبات وانديه، هذا المدرب اللي السنه اللي فاتت هو بطل كل شيء. لو هنحط هذا المدرب الحالم رولاني مكوينا بافكاره بحلم ان سان داونز يبدا يهز لقب دوري ابطال افريقيا معاه في مواجهه كولر اللي فعلا حقق اللقب، والمدرب اللي عنده ربما مش قصه خبرات في الكره الافريقيه اكتر، ولكن خبرات بشكل عام كمدرب اكبر. بتشوف المقارنه ازاي، وايه اوجه التشابه وايه اوجه الاختلاف؟ خلينا نقول الاول ان هم احسن اثنين مدربين في الكره الافريقيه في على مدار السنه الاخيره، رقم واحد مارسيل كولر في النادي الاهلي، رقم اثنين مكوينا في سان داونز. ده حتى التشابه ان كمان غير النتائج والارقام والاداء يعني ايه، بقى لهم فتره الاستقرار الفني ده مهم جدا. ان سان داونز يعني لو جبنا حتى الاحصائيه هنلاقي ان مكوينا تولاهم في اكتوبر 24 اكتوبر 2022 مسك سان داونز، مارسيل كولر مسك النادي الاهلي 9 سبتمبر 2022، يعني الاثنين ماسكين في نفس تقريبا فرق شهر، نفس الوقت. نلاحظ عدد الماتشات اللي لعبها مكوينا وعدد الماتشات اللي لعبها مارسيل كولر. مارسيل كولر لعب 8 ودرب النادي الاهلي في 68 مباراه مقابل مكوينا 50 مباراه. ده طبعا عشان النادي الاهلي عدد ماتشاته اكتر، وكاس عالم الانديه وبطولات اكتر. الناس دايما اللي بتتكلم بقى شوف عدد الماتشات اللي بيلعبها النادي الاهلي، عدد كبير جدا. خد بالك النقطه دي مهمه جدا، وتحديدا لان بعض المنتمين لانديه اخرى بيبداوا يعملوا مقارنات ما بين الاهلي والانديه اللي بتصل للمربع الذهبي تحديدا في افريقيا. فاللي انت بتقوله ده مهم جدا عشان الناس تبقى عارفه الفوارق والضغوط اللي بتبقى على لعيب النادي الاهلي. انكسرت البدنيه هي معانا المقارنه ما بين كولر ومكوينا، هنلاقي ان كولر كسب 48 مباراه من 68. يا ريت لو نقدر نستعرض الارقام برده على الشاشه عشان المشاهد يكون معانا اكتر في الارقام. كولر اتعادل 14 مباراه، خسر 6 مباريات، قدامنا الارقام اهي. مكوينا بقى الرقم المميز عنده ان هو ما خسرش غير مباراه واحده بس، هو خسر ماتشين بركلات الترجيح فبتتحسب تعادل. وحتى خروجه امام دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات كله ما خسرش، بس ده رقم كبير. ان هو الخساره دي اللي هي الاخيره اللي هي كانت في كاس الرابطه ولا مباراه؟ لا لا لا، مباراه قبل كده في بدايته كانت في النص نهائي الكاس برضه، خسرها برضه 2-1. لكن المباراه الاخيره اللي كانت في الكاس دي كانت ركلات ترجيح، الماتشين الاخرى اللي خسرهم. فيعتبر خسر ماتش واحد من 50 مباراه، ده رقم برضه يقول لك ان المدرب ده مدرب محترم، ان انت قدام فريق محترم. على فكره سان داونز عندهم 7 لعيبه في منتخب جنوب افريقيا اللي تعادل، وضع شبه الاهلي جدا، اللي تعادل مع كوت ديفوار في كوت ديفوار اللي هو هينظم كاس الامم في اخر ماتش من اسبوعين. فطبعا فرقه كويسه جدا. نسبه الفوز لكولر 70.5، لمكوينا 70%، يعتبر واحد. معدل الهدف في المباراه الواحده 1.9، يعني هدفين في الماتش. هنا برضو 1.9، يعني هدفين في الماتش. استقبال الاهداف 40 هدف في 68 ماتش ب 42 شباك نظيفه للنادي الاهلي، مقابل مكوينا 26 شباك نظيفه في 50 مباراه، يعني نص المباريات استقبل 31 هدف. طبعا البطولات هنا بقى ده الفرق اللي نقدر نتكلم فيه، ان مارسيل كولر في اول سنه مع النادي الاهلي جاب 5 بطولات، مكوينا جاب بطوله واحده. هنا الفرق في ايه؟ فرق في الشخصيه بتاعت النادي الاهلي، هي اللي دايما بتديك البطولات الكتير، الجماهيريه والشعبيه طبعا، والاداره الشاطره ومجلس الاداره، الحاجات دي كلها دي بتفرق المدرب هنا فريق مدرب في النادي الاهلي عن سان داونز. بس في كمان نقطه مهمه، سان داونز فريق بيلعب كره حلوه، بس عنده حاجه ناقصاه، وهي فكره ان انا اقدر اخد بطوله. طيب. التمرس في الحصول على البطوله الافريقيه، الخبره الافريقيه في ان انا اخد بطوله. يعني السنه اللي فاتت قدام الوداد كله كان قال خلاص سان داونز في النهائي، خسروا بغلطه من مدافع مافالا، الكره جاب كره في نفسه دي للاسف مش هيلعب بكره مافالا. بس هم ان شاء الله احنا قادرين برضو هنتكلم في التشكيل، بس ان شاء الله قادرين ان احنا نعدي. بس دي نقطه هتخليني اخدك لسؤال مهم جدا، خاصه وانت بتتكلم عن مدير فني قادر بفرقته ان هو يطلع بالتارجت اللي عايزه من المباراه. يعني هو عنده مشكله في انه يحقق بطوله، او عنده مشكله ان هو يحقق لقب، لكن في 50 مباراه بيتعرض لهزيمه واحده فقط لا غير، وانت في النوك اوت، بالتاكيد ده امر مقلق. لاعب قادر او مدير فني قادر يقود فريقه ان هو يطلع
بالهدف من مباراته، شايف ده ازاي برضه بكره؟ ما خسرش ولا مباراه، هو يعتبر حتى لما خرج من الدوري الافريقي في دوري ابطال افريقيا هو تعادل، اتعادل مع الوداد رايح جاي، خسر بفرق اللي هو التعادل كان اللي في جنوب افريقيا كان اللي هو التعادل خارج الارض وكده، فرق الاهداف يعني. لكن هو طبعا لا مدرب محترم، بس احنا ان شاء الله قادرين، انا بقول لحضرتك ان شاء الله ان النادي الاهلي قادر ان هو ان شاء الله يعدي صن داونز باذن الله، انا متاكد ان شاء الله وعندي يقين يعني ان شاء الله ان رب يعني النادي الاهلي يقدر يعدي ان شاء الله.